السلام عليكم ومرحبا بكم جميع في هذا الفيديو. اليوم جبت لكم وصفة ديال بريوش بمكونات بسيطة وطريقة سهلة تحصلوا على بريوش اللي قطنية ورطبة بزاف. ندوزوا على بركة الله للمكونات وطريقة التحضير. غادي نحتاجوا البلاستيك غذائي الخاص بالمجمد، نوضعوا فيه كاس ديال الحليب دافي، الكاس ديال العنبة طبعا، كاس ديال الماء يكون دافي كذلك، قبصة ديال الملح، جوج معالق كبار ديال السكر سنيدة أو على حسب الذوق، صاشي واحد ديال السكر فاني، معلقة كبيرة ديال خميرة العجينة، بياض بيضة وحدة، وكاس ديال زيت العنبة. نخلطوا هاد العناصر، ونضيفوا ليهم 450 غرام ديال دقيق بيض. نخدموا مزيان هاد العناصر في البلاستيك الغذائي، خاص العجينة اللي نحصلوا عليها يكونوا فيها كاع العناصر متجانسة. نسدوا البلاستيك الغذائي بواحد العقدة وما ننساوش نخليو مساحة للعجينة فين تختمر. نغطيو بمنديل ونخليو حتى يتضاعف الحجم ديال العجينة. دابا نرشو شوية ديال الدقيق فوق سطح العمل، نفرغو فوق منه العجينة، ونعاودو نجمعو العجينة باش نفرغو منها الغازات ديال الخميرة. نشكلو منها كويرات بحجم متوسط، نوضعو في كل كرة طريفات ديال الشكلاط، نعاودو نجمعوها ونديروها في واحد المول اللي خاص بالكيك اللي يكون سبق ودهنه بالزبدة ورشيناه بالدقيق. نستمروا بنفس الطريقة بالنسبة للكرات اللي باقين عندنا. من بعد ما شكلنا البريوش نخليوها ترتاح مدة ديال 10 دقائق تقريبا. أما بالنسبة للعجينة اللي بقات لينا ممكن أننا نصيبوا بها بريوش فرديين. من بعد ما ارتاحت البريوش غادي ندهنوا الوجه ديالها بالصفر ديال البيض اللي مخلط مع شويه ديال الحليب. ممكن تزينوها من الفوق بشويه ديال الزنجلان او لاي بذور من اختياركم. ودخلوها الطيب في فرن اللي يكون مسخن على 200 درجة من 15 حتى 20 دقيقة حتى يتحمر الوجه ديالها. منين تخرجوها من الفرن خليوها حتى تبرد شوية عاد حيدوا ليها المول. وهذه كتكون هي نتيجة اقتراح اليوم، بريوش اللي في الشكل ديالها مذهبة وفي القوام ديالها رطبة وقطنية. وصفة اللي زوينة وسهلة بزاف بالنسبة للناس اللي ما عندهمش مع العجينة.
وها هما كذلك الميني بريوش اللي حضرناهم بالعجينة اللي بقات، كيجيو حتى هما رطبين وبنفس الشكل مذهب. وطبعا الشكلات اللي درناه في وسط منهم كيعطيهم مذاق اكثر. نتمنى ان هذه الوصفة تعجبكم وتجربوها. وبصحتكم وراحتكم.